الاحتفال في الاصل، هتنتهي في الوقت الاصلي. اذا احنا ان شاء الله مروان هيسجل لنا، احنا وقتنا الاصلي خلص. احنا كمان الان نذهب الى الزميلان العزيزان على افريقيا وعلى الدوري، هنا في حضرة الكابتن طارق العشري المدير الفني لطلائع الجيش، والذي سيلاقي البيتسوليرو السيد بيتسو موسين، دفاع أيمن أشرف، وأول ظهور للسلطان بدر بنون في دفاع، أن يسلم المباراة بل يريد أن يحصل على كل فرصه من ملعب في أقصى الناحية اليسرى عند طاهر، قدامه معلول حطها له كويس، علي معلول بيحاول والضغط حول عند مروان، استلمها كويس مروان على يمينه أفشة، يلعب الأرضية حلوة حلوة حلوة، دلوقتي بيحاول أن هو يصل إلى مرمى طلائع، هي الى أفشة، بين المرة دي محاولة عند مروان، ولكن الله علي الفيل في الوقت المناسب يتدخل يطلعها الى خارج ارضية الملعب والى رمي التمكان. بدر بانون مدافع النادي الاهلي المغربي في اول ظهور له، هي امامية لكنها بتمر عالية والى خارج ارضية الملعب والى ضربة مرمى. في حديثه في الانفوجرافيك، ومحمود مروان يلمس براسه، كهربا كهربا الأول اللمسة فيها كهرباء، البولت عالي والأهلي كهرباء، البولت عالي والأهلي كهرباء، واللمسة الأولى ورهان موسيمان الناجح، وكهرباء يستلم، كهرباء حمد الله على السلامة يا كهرباء، حمد الله على السلامة يا كهرباء، استلم كهرباء يبصم بالهدف. يعني بدر بانون أربع أعوام من الرجاء البيضاوي، قاسم علي إلى المقاولون العرب، حسين السيد المجدي، لكن نشوف الكرة اللي فيها خطأ، وتوني جوميز ومصطفى جمال، وتمديد إعارة ناصر منسي، والتعاقد مع إسلام محارب عامين على سبيل يوسف البساط اللي قدامنا، والكرة الطويلة اللي اتلعبت عند كهربا، يبدو ان الاهلي بيسيطر كده على وسط الملعب، الى كرة امامية كهربا بيحاول يعدي، وهنا بقى فيها خطأ على احمد علاء، وضربة حرة من نصيب النادي الاهلي، وانذار على احمد الشناوي. رأسية المرة دي الى افشة، استلم الكرة واحدة المرة دي عالية، معلول نزلت المرة دي، ومروان محسن، اسلام محارب، فيها خطورة، والرأسية والتعادل، ناصر منسي يبصم بالتعادل، قلت لك لم تنتهي بعد، وناصر منسي يحضر بهدف التعادل، رأسية ولا أروع، رهانك ناجح يا عشري، رهانك ناجح يا ياسر يا علي، وناصر منسي يعود بطلائع الجيش للمباراة، واحد واحد، إسلام. الشوط الإضافي الأول من نهائي كأس مصر ما بين نادي طلائع الجيش على كهربا في اللقطة الماضية، طلائع الجيش. مروان محسن بيحاول، ولكن وعد الرأسية اللي بتنزل المرة دي محاولة، حسين السيد أمامنا هنا البدلاء خارج أرضية الملعب، وائل جديد لمسة في اليمين وأرضية من هاني، ولكن معلول بيتقدم، علي معلول ويسجل الأولى، علي معلول الأولى صحيحة، علي معلول يسجل الضرب، الشناوي إسلام والشناوي وإسلام والشناوي، لا الهدف هو هدف من إسلام محارب، هو هدف من إسلام محارب. شوف عمرو السلية والشناوي وناصر والشناوي بطل، الشناوي بطل، يتصدلها الشناوي بكل ثقة. بسام وبانون، قلت لك يا ابن السلطان بانون، السلطان بانون يسجل الضربة الثالثة وبكل ثقة. خالد سطوحي في مواجهة الشناوي، خالد والشناوي، يضيعها خالد سطوحي، والقائم وأيمن بيتقدم ويسدد أيمن، ومحمد بسام، يتصدى للكورة بكل امتياز، يتصدى للكورة. الشناوي مصطفى جمال، والشناوي مصطفى، ويسجلها مصطفى جمال، ثلاثة الأهلي، اثنين طلائع الجيش، يبحث عنها أفشة ويبحث عنها بسام، ويضيعها أفشة، وترجع الفرصة من مواجهة الشناوي، حسين والشناوي، وحسين والشناوي.